بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم النهاردة عن النمبر إنبوتس. أنا عايل ديفيجن الرو بتاعي ورحت فاتح طبعا واسمين ليبل، تمام؟ يعني الليبل ده يا جماعة هو مسؤول عن العنوان اللي هحطه جوا منه الإنبوت بتاعي، فاهمني؟ فعلشان كده بحط القيم بتاعتي جوه او الوسم الانبوت بتاعي جوه الاثنين ليبل دول. لو الناس كانت فاكره من الاول في كورس ال HTML لو رجعنا في الفورمز نفهم كويس الليبل ده عشان نقدر نتأصلناها قبل كده. طيب انا هنا هبتدي اقول له انا هنشتغل على النوع الثاني اللي هو النمبر انبوتس يا جماعه. اقول مثلا هقول له بليز او مثلا وات از يور ايج مثلا. اوكي وهنا هروح افتح انبوت. الانبوت ديت هيكون من النوع نمبر. المرة دي مع النمبر يا جماعة ما فيش بليس فولدر، في حاجة اسمها فاليو القيمة الافتراضية اللي راح تكون موجودة. ولنفرض انا هقول له الافتراضي بتاعي مثلا في حدود نقول من 25 القيمة الافتراضية، تمام؟ هي هتمتد كده استرتشت على 12 عمود. النتيجة بتكون كالتالي: القيمة الافتراضية 25، لما تيجي تتاتشو بتلاقي ان على الناحية اليمين في الكنترول الصغير ده اللي بيسمح لك بان انت ممكن تمنتج تعلي او تزود او بان انت تمسحها وتكتب القيم اللي انت عايزها من التاتش على الكيبورد. الجانب ده جانب جميل جدا، وان شاء الله باذن الله في الساس راح نتعلم ازاي نعمله بروجرامنج بشكل جميل خالص. ممكن طبعا احنا نعمله ديسيبل او انيبل من الساس يا جماعه، بس هو جميل. وكما ان احنا ممكن في المستقبل ناخد الابيليتي بتاعت لما نضغط عليه ونفضل ونبعد بالماوس يبتدي يزيد بشكل تلقائي، يعني في شويه حركات جميله كده ممكن نعملها بالساس فيه. ده الجانب بتاع النمبر انبوتس يا شباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.